طبعا هذا البيشنت اذا صار عنده جي اي تي العفو سايد افكت راح يبدي دامج للميوكوزا، جاسترو انتستاينال ابسيت، يبدي جاسترو انتستاينال ريفلكس اروجن، يصير لي بابتك السر اند اذ سيفير دامج اند يوزنج اوف دراج فور لونج بيريد اوف تايم. ذوس بيشنت مي ديفلوب بيرفوريتد السر، يصير عندهم مو بس السر، هاي تحفر اول شيء بدا اروجن وبعدين صارت السر انحفرت، وهذه الحفره تشمل كل الوول بحيث يصير بيرفوريشن ويجي البيشنت اكيوت ابدومن اللي هو نيد امرجنسي انترفيرنس سيرجري يسوي له. يعني هذا اذا اخذ البيشنت نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. في حين اذا اخذ البيشنت سلكتيف كوكس 2 انهبيتر اللي يشتغل بس على الكوكس 2، this have fewer side effect on GIT, fewer adverse effect than non-COX-2 يعني من الCOX-1 inhibitor. فبما أنه الCOX-2 عنده fewer side effect فهاي الفترة يستخدمون الCOX-2 inhibitor أكثر من الCOX-1. Even there is some other side effect on الCOX-2 اللي هم شوية limit its use, but it's better on gastric mucosa than COX-1 inhibitor. So those patients who are receiving non-steroidal anti-inflammatory drugs need co-administration or co-administration of a drug that decreases gastric acidity. لازم هذول البيشنت اللي ياخذون non-steroidal anti-inflammatory drug، بما انه احنا سدينا البروستاجلاندين اللي كان يقلل لنا الاسيد سكريشن ومن سديناها هسه زاد الاسيد سكريشن، لازم اعطيهم اذر دراكس يقلل لي الاسيد سكريشن حتى يقلل لي الدامج اوف جاستريك ميوكوزا. اما اعطيهم اشتو ريسبتر بروكر او بروتون بامب انهبيتر او اعطيهم بروستاجلاندين انالوج ذات اكت دايركتلي اون جاستريك ميوكوزا، يشتغل بس على الجاستريك ميوكوزا، هم اعطيهم اياه راح يستفادون من عنده. هذا الكوكس 1 اللي هذه نعتبرها فيزيولوجيكال بروتكتيف فانكشن اللي هي بليتليت اجريجيشن والجاسترو بروتكشن، وهذا الكوكس 2 اللي عنده البروستاسايكلين اللي نورمال يسوي لي فازو دايليتيشن اند انهبيشن اوف بليتليت اجريجيشن، وهنا الانفلاميشن والبين والفيفر من الصير عندي افضل نعطيهم الكوكس 2. رينال افكتس طبعا احنا قبل شويه قلنا هي الكوكس 1 هي فيري امبورتنت، وقلنا الكوكس 1 مور سايد افكت ذان كوكس 2، بس هي مع انه الكوكس 2 هي بتر، لكن بما انه تقلل لي البروستاسايكلين اللي هو وان اوف بروستينويد اللي ريسبونسبل فور فازو دايليتيشن، فش راح يسوي لي؟ راح يسوي لي فازو كونستركشن، لذلك دول راح يتعرضون البيشنت للكاردييك بروبلم. السكند افكت هي الرينال افكتس. نورمالي بروستاجلاندين ريسبونسبل فور فازو دايليتيشن اوف رينال بلاد فازلز، سو وين بروستاجلاندين از ريدوس باي ذا اكشن اوف سايكلوكسيجينيز انزيم انهبيتر، يعني من نعطينا نستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج وسد السايكلوكسيجينيز انزيم، هذا السايكلوكسيجينيز انزيم من اسده، هذا سايكلوكسيجينيز انزيم من اسده وراح يسد لي البروستاجلاندين، وهذا البروستاجلاندين هو ريسبونسبل فور فازو دايليتيشن اوف رينال بلاد فازلز، فبما انه يسوي لي فازو دايليتيشن اوف بلاد رينال بلاد فازلز من اسد البروستاجلاندين، ايش راح يصير بالرينال بلاد فازلز؟ راح يصير بها فازو كونستركشن، سو مور ووتر اند صوديوم ريتينشن والاكر and patient may develop hypertension. If vasoconstriction is very extensive and more severe, the patient may develop renal necrosis. يعني severe constriction فيقطع لي البلاست بلاي عن الكدني فراح يسوي لها necrosis. لذلك من نريد ننطي للبيشنت الفولتارين، كلكم تعرفوا اللي هو دايكلوفيناك اللي هو members of this group،
يقولوا له لازم للبيشنت تشيك البلاد بريشر مالتك. ليش؟ لانه هذا الفولتارين اللي انتم تعرفوه باسم الفولتارين اللي هو اسمه العلمي داكلوفيناك، هذا هو وان اوف نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج اللي هو راح يسد لي انهبيت بروستاجلاندين سينثيسيس، والبروستاجلاندين نورمالي ريسبونسبل فور فازو دايليتيشن، فمن راح يسد راح يسوي لي فازو كونستركشن، معناته البيشنت راح يصير عنده هايبرتنشن. فإذا هو هايبرتنسيف أصلاً وأني أعطيه دايكلوفيناك راح كلش يزيد البلد بريشر مالته، فبتر إنه نشيك البيشنت ما عنده هايبرتنشن نورمال بلد بريشر وننطيه الدايكلوفيناك. Also it may cause cutaneous effect اللي هي represented by urticaria, itching, photosensitivity, erythema multiforme. مرات يسوي لنا هيجي، وان كمان سايد افكت هي هايبر سنسيتيفيتي ريكشن، هيباتو سيلولار توكسيسيتي، انهبيشن اوف اوفيليشن، اسما لايك سيمتوم، ماني ان كمان سايد افكت. عرفوا بس الهايبر سنسيتيفيتي والهيباتو الهيباتو سيلولار توكسيسيتي. انتراكشن اوف نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج ات انتراكت وذ ماني دراجز لايك angiotensin converting enzyme inhibitor and angiotensin receptor blockers. ليش؟ لأنه this increase the risk of hyperkalemia and renal impairment. وخدتوا angiotensin converting enzyme inhibitors. Second with antiplatelet and anticoagulant. ليش؟ لأن الantiplatelet والanticoagulant شو تسوي لي؟ تقلل لي الفيسكوسيتي اوف بلاد، يعني تزيد لي البليدنج تايم، تقل ما تسوي لي ثرومبوي فورميشن. فمن هو انتي بليتلت ياخذ له انتي كوجولانت، واجي اني انطي دراج يسد لي البروستاجلاندين ويسد لي ثرومبوكسان ويمنع الاجريجيشن اوف بليتلت، معناته البيشنت ايش راح يصير عنده؟ راح يصير عنده بليدنج مور بليدنج، يعني يزيد عنده البليدنج. ليش؟ يعني هو انتي بليتلت يستلم وانا اعطيت الاسبرين اللي هو هم انتي بليتلنت، فش راح يصير عنده مور بليدنج. ان كولينون انتي مايكروبيال ات مي كوز كونفولجن، دول اللي ياخذون كولينون انتي مايكروبيال. اورال هايبوغلايسيميك دراج، بالاورال هايبوغلايسيميك دراج ات انهبيت ذير ميتابوليزم، يقلل الميتابوليزم اوف اورال انتي هايبو انتي العفو الاورال هايبوغلايسيميك دراج، يعني الدراج اللي نستخدمها ان تريتمنت اوف دايابيتس تسوي لنا هايبوغلايسيميا. هذه الدراجز إذا عطيتها للديابيتك بيشنت هي نورمال يترجع للنورمال، لكن إذا هو أخذ وياها نون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراج، هاي نون ستيرويدال أنتي إنفلاماتوري دراج والإنهبت ميتابوليزم أوف أورال هايبوغلايسيميك دراجز، من يسوي لي إنهبشن للميتابوليزم مالت الدراج، معناته مور أكشن أوف أورال هايبوغلايسيميك دراج in blood and when there is increase in action of oral hypoglycemic drug معناته البيشنت ايش راح يصير عنده؟ راح يصير عنده هايبوغلايسيميا، لان احنا مطي هاي الدوز حتى توصل للبيشنت للنورمال جلوكوز ليفل، ما يصير البيشنت يصير عنده هايبوغلايسيميا لانه سيفير هايبوغلايسيميا يسوي لي برين ديث، فمطي انه يوصل للنورمال ليفل. فمن ياخذ هو نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج ويا الاورال هايبوغلايسيميك ايجنت، هذا النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج انهبيت ميتابوليزم اوف اورال هايبوغلايسيميك ايجنت، سو مور اورال هايبوغلايسيميك ايجنت اكشن، ومن يصير عندها مور اكشن هي الاكشن مالتها تسوي لي هايبوغلايسيميا، فالبيشنت راح يصير عنده هايبوغلايسيميا، تقلل لي بلاش شوغر فالبيشنت راح يصير عنده هايبوغلايسيميا. لذلك تشوف دائما من نريد نكتب الاورا، من نريد نكتب نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج للبيشنت، نساله انت عندك هايبرتنشن، عندك دايابيتس، تستلم تاخذ تريتمنت، هاي لازم نسال هي. With anti epileptic drugs inhibit their metabolism especially دول الفالبرويت so it increase its toxicity. عندنا قلنا الانتي epileptic drug most of them are narrow therapeutic index، يعني شوية نغير بالدوز راح تعطيني big effect على البيشنت. فبما أنه الانتي epileptic drug inhibit metabolism of العفو، بما أنه النون ستيرويدال الانتي inflammatory drug inhibit metabolism of anti epileptic drug راح يصير more action of anti epileptic drug، وبما أنه most of anti epileptic drug have narrow therapeutic index فمعناته رأسا البيشنت يصير عنده toxicity.
6 with anti-hypertensive drugs. هو البيشنت هايبرتنشن وده ياخذ انتي هايبرتنسيف دراج، من انطيه هاي الدراجز النونستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج ايش راح يسوي له؟ احنا قلنا هاي النونستيرويدال راح يسوي لي فازو العفو يسوي لي رينال فازو كونستركشن، يعني البروستاجلاندين يسوي لي رينال فازو دايلتيشن، وانا هسه سديت البروستاجلاندين فراح يصير عندي رينال فازو كونستركشن، ومن يصير عندي رينال فازو كونستركشن ذس افكت ويل كوز increase sodium and water retention and hypertension. زين إذا هو hypertensive وده ياخذ anti-hypertensive drug فمعناته من ياخذ non-steroidal anti-inflammatory drug هاي الإفكت مالت الانتي-hypertensive drug راح decrease. ليش؟ لأن هي شغلتها تقلل البلد برجر، في حين non-steroidal anti-inflammatory drug راح تزيد لي البلد برجر. So anti-hypertensive drug their effect is decreased by sodium retention caused by non-steroidal anti-inflammatory drugs. وعرفنا ليش صوديوم ريتينشن، يعني الرينال بلد فازلز يصير بيها فازو كونستركشن. ليش فازو كونستركشن؟ لانه البروستاجلاندين ريسبونسبل فور دايلتيشن اوف رينال بلد فازلز. هاي انتبهوا لها، احتمال يجيبها بالامتحان اس كيس، يصير عندهم رينال فازو كونستركشن لان البروستاجلاندين ريسبونسبل فور فازو دايلتيشن اوف رينال بلد فازلز. فمن يصير عندهم فازو كونستركشن راح يصير مور صوديوم اند ووتر ريتينشن اند ذس ويل ليد تو انكريز بلد بريشر. ادي بالسايتوتوكسيك دراجز اكسكريشن، العفو سايتوتوكسيك دراج اكسكريشن از ريدوسد interfere with excretion of cytotoxic drugs and with lithium excretion. من تدخلوا يا معناها راح يصير اكسس ليثيوم اند اكسس cytotoxic drugs in blood. Now classifications. خليته آخر شيء لأن إحنا عادة ديش ال side effect والuses والmechanism of action general to all non-steroidal anti-inflammatory drugs. هسا من راح ندخل بالgroups كل من أدى فد specific things يميزة عن الآخر. فالclassification of anti-inflammatory drug non-selective COX inhibitor. هذا الفيرست كلاسيفيكيشن نون سيلكتيف كوكس انهبيتر اللي هي سلسله جروب اللي بيها اسبرين دايفلونازول سلسلات هم وياها، مو بس الاسبرين تعرفوا بس الاسبرين، واحنا بعدين راح نشرح لكم على الباقيات. سكند بروبيونيك اسيد ديريفاتيفز اللي هي ابوبروفين نابروكسين كيتوبروفين فلور بايبروفين، هذا النشنهون دول شو نسميهم بروبيونيك أسيد درفت في هاي تنحفظ يعني ما بيها فهم جروبس. هي فيناميت اللي هي مفينيميك أسيد and ميدوفيناميت، إينوليك أسيد درفتيفس بايروكسيكام تينوكسيكام، أسيتيك أسيد درفتيفس هاي كلها نون سيلكتيف كوكس إنهبيتر تشتغل على الكوكس 1 والكوكس 2. أسيتيك أسيد درفتيفس كيتورولاك إندوميثاسين نوبيوميتون هاي نسميها acetic acid derivatives. بايرزولون derivatives اللي هي فينيلبيوتازون أوكسيفينيلبيوتازون والبريفرنشيال كوكس 2 inhibitor. هاي second group الأول واحد هو non-selective inhibitor، الثاني بريفرنشيال كوكس 2 inhibitor يفضل الكوكس 2 inhibitor اللي هي دايكلوفيناك سايكلوفيناك إيتودولاك ميلوكسيكام، هذول اللي موبك هذا اللي شوفوه. زين هذا هو preferential COX-2 inhibitor، يعني يشتغل على COX-1 والCOX-2 but more action على COX-2. عندي selective COX-2 inhibitor selectively act on COX-2 اللي يسوي لي inhibition للCOX-2 selectively، سيليكوكسيب اتراكوكسيب باراكوكسيب زين روفوكوكسيب تو حفظ هاي mostly use was سيليكوكسيب اتراكوكسيب. analgesic antibiotic with poor anti-inflammatory. analgesic هسا صار كم واحدة عنا؟ صار عنا non-selective preferentially COX-2 selective COX-2 inhibitor والanalgesic antibiotic with poor anti-inflammatory action اللي هي مثل ايش؟ مثل الباراسيتامول اللي هو بارا امينو فينول derivatives وبايريزولون derivatives الميتامايزول، هذا نسميه بايريزولون derivatives والبروبايفينازون هذا من البايريزولون derivatives
والبنزوكسازاسين اللي هو النيفوبام. هاي كلها هاي الثلاث نقاط ترجع للانالجيسك انتي بايروتيك، لكن الانتي انفلاماتوري افكت مالتها هي فيري بور، mainly act as antibiotic. هسه دول عندهم inflammation ما نعطيهم باراسيتول احنا، ليش؟ لان هو poor anti inflammatory. زين الاسيتامينوفين هنا مكتوب باراسيتامول بين قوسين، اسيتامينوفين تعرفون هاي حكيناها احنا باللاب هو نفس الاسم مالت الباراسيتامول، لكن هذا British approved وذاك international non-proprietary recommended international non-proprietary drug naming، يعني واحد امريكان واحد British approved. هاي الثلاثة الأخيرة هي عندها analgesic antibiotic effect with poor anti-inflammatory action. And thank you.